بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مواضع ضبط الآية: كذلك يبين الله لكم الآيات. الآيات وردت بهذه الصيغة في 4 مواضع في القرآن الكريم، موضعين في البقرة وموضعين في النور. موضعين في البقرة نتذكر الآية: يسألونك عن الخمر والميسر، في نهايتها: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. والآية الأخرى في البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، في آخرها: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ننتبه هنا أنه كلتا الآيتين انتهت لعلكم تتفكرون في البقرة. في النور الموضع الأول جاء بحذف كذلك، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الموضع الثاني والثالث: كذلك يبين الله لكم الآيات. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، في آخرها: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الآية الأخرى في سورة النور: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، جاء في آخر هذه الآية: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم محدثكم أدمن صفحة وقناة التبيان في ضبط متشابهات القرآن.